من أم الدنيا أتت لتحط رحالها هنا في مدينة الفن والثقافة والأصالة والعراقة. نستقبل جميعا الفنانة المتألقة شيرين تهامي رفقة الفرقة الموسيقية. شكرا. أنا شيرين تهامي، عازفة عود وأستاذة عود في بيت العود العربي في أبو ظبي. النهاردة دي تاني مشاركة ليا في مهرجان العود الدولي بتطوان. شاركت سنة 2017 والنهاردة دي تاني مشاركة. طبعا أنا سعيدة جدا بالمشاركة في المهرجان، مهرجان راقي ويحافظ على التراث وعلى الموسيقى الراقية، وبحب تطوان جدا وبحب المغرب وشعبها، ومبسوطة قوي بالمشاركة ووجودي معاكم. مصطفى زاير، عازف عود ومؤلف موسيقي من العراق. سعيد جدا أن أكون متواجد في مهرجان تطوان الدولي لآلة العود، هذا المهرجان العريق في هذه المدينة العريقة والتاريخية المهمة لدى العرب ولدى المغرب. سعيد جدا أن أكون قدمت الليلة الأولى في الافتتاح والعرض الموسيقي اللي حمل عنوان طار الأندلس مع مجموعة قرطبة الموسيقية اللي تقدمت أول عروضها في مهرجان تطوان، وهي مزج بين العازفين العراقيين والأسبان، والحمد لله يعني لا زالت هذه الليلة عالقة في أذهان الجمهور اللي حضر لحد هذه اللحظة في مدينة تطوان. شكرا لكم وأتمنى لكم السلام والخير إن شاء الله. دايما الجمهور المغربي جمهور مميز، يعني حتى في الحفلة اللي قبل كده جمهور سميع، والواحد بيبقى عامل حسابه قبل ما يطلع لأنه عارف يعني إن جمهور سميع وموسيقي وما بيجملش، لو حد مش عاجبه ما بيسقفش قوي. فأنا النهاردة كنت منتظرة يعني لحظة التسقيف دي عشان أعرف رأي الجمهور وأعرف رد فعلهم. يعني شكرا لكم أعزائنا الكرام زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.